خاصة من شوط المباراة الأول. المباراة انطلقت نبدأ على بركة الله تشكيلة الفريقين. الجهة اليسرى يلعب الكرة تجاه أبو دبوس، العودة إلى علي يوسف، علي يوسف لأبو بكر بوعلي. الأهلي ميودراج ياشيتش، بالنسبة لفريق الخليج كمال بالعيد في حراسة المرمى، يوسف ساطي، عصام الجبل، شعبان الزيداني، محمد حماد، سعد بالعيد، وفودي يدرب ناصر الحضيري. طاقم تحكيم مباراة اليوم حكم ساحة يحيى الوحيشي، مساعد أول الدولي صلاح الحاسي، مساعد ثاني عبد الله الترهوني. فريق خيسرت خطأ في لعب الكرة، تعود الآن لفريق الأهلي، لعب الكرة في الأمام عند العرفي. الآن العرفي يلعب الكرة مع تقدم بوعقيلة، لعب الكرة العرضية، خطر الكرة، تبقى الكرة في اللعب ومحاولة لعب البديل للفوز اليوم لفريق الأهلي. المحاولة قائمة الآن لصالح فريق خيسرت، وهناك صافرة وخطأ. كيف ستلعب؟ السرت، وبالتالي هو منافس لا يستهان به. علي الكرة والهدف الأول، الهدف الأول لفريق خالي السرت. إذا الهدف الأول لفريق خالي السرت، يتم استغلال الكرة الثابتة وتسجيل الهدف الأول. علاء الفوني يبدو لي في التسجيل، سنتأكد مع مطلع الدقيقة الخامسة. فريق خالي السرت يفتتح التسجيل، لعب الكرة لوتارا، وتارا لعب الكرة في الأمام الآن تجاه مرسال، وركلة جزاء، ركلة جزاء لصالح فريق الأهلي. تمرير الكرة بشكل رائع من جانب وترى، والحكم رأى أن هناك دخول قوي على جبريل مرسال. ضربة رأسية، يعود فريق الأهلي ويتحصل على ركلة جزاء. عبد الله العرفي في التنفيذ، تقدم العرفي، تقدم العرفي، تقدم العرفي، ويعود الركلة الجزاء. أضاعها العرفي بشكل غريب، عرفي بشكل غريب، إعادة للقطة، نجح في تمويه حارس المرمى. حويلات عند ياسين الشيخ اللاعب الموريتاني، يعود بها الخلف عند الجعفري، خطأ في لعب الكرة، تعود لفريق الأهلي عند وتارا، وتارا هي الكرة بشكل ممتاز، فرصة تعديل النتيجة، وضاعت الفرصة. عبد القادر حويلات عند جيروموس، يبحث عن فرصة للتصويب، يغير اتجاه اللعب عند بوعقيلة، تعود من جديد لصالح فريق الأهلي عند الشامخ لبوعقيلة. الآن من جديد فرصة لعب الكرة العرضية، بوعقيلة يلعب الكرة العرضية، خطر الكرة، وهدف التعادل، هدف التعادل لفريق الأهلي. عدل الكرة الماضية، لعب الكرة العرضية من جانب بوعقيلة، خطأ في إبعاد الكرة، وحضور طيب لجبريل مرسال الذي تابع الكرة. النتيجة الأولى عن طريق عبد الله العرفي، تلعب الكرة، لا خطأ في لعب الكرة، الفرصة مواتية ولكن ضاع. هدف مقابل هدف في مباراة سريعة، وهذه الكرة ومحاولة قائمة لفريق الأهلي، لعب الكرة عالية ولكن بعيد. الحضيري غير كثيرا هذا المدرب في شكل وطريقة لعب فريق خالي السرت بالنسبة لفريق الأهلي. هذا هو ناصر الحضيري، قلت عمل كبير قام به هذا المدرب مع فريق خالي السرت، غير شكل الفريق تماما. خطأ في لعب الكرة الآن عند لويس جيروم، الآن يهيئ الكرة بشكل ممتاز، فرصة والهدف الثاني، هدف ثاني. ياسين الشيخ إعادة للهدف، هدف رائع بالفعل وبطريقة جميلة من جانب هذا الموريتاني. إذا المحترف الموريتاني ياسين الشيخ يضع فريق خالي السرت في المقدمة للمرة الثانية. لعب الكرة في الجهة اليمنى، تعود عن طريق بودبوس، لعب الكرة في الجهة اليمنى عند بوعقيلة. الآن يلعب الكرة العرضية، خطر الكرة، خالي السرت لعب الكرة في الجهة اليسرى، خطأ في لعب الكرة، تعود من جديد لفريق الآلي، ولكن هناك صافرة وخطأ. علي رزق أمام لويس جيروم، واخذ مكان علي رزق، يمرر الكرة ولكن يتدخل جواد رزق بشكل ممتاز في وسط الملعب. وتارا يلعب الكرة مع تقدم الشامخ، يسدد الشامخ، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، خطأ في إبعاد الكرة، يتدخل بوعقيلة ويأكد إبعاد الكرة، محاولة التصويب، افتكاك الكرة بشكل طيب عن طريق وتارا، وتارا البحث عن بودبوس، بودبوس، بودبوس في الجهة اليمنى، بودبوس يتابع فيه الجعفري، لعب الكرة ل وتارا، محاولة المرور من أكثر من لاعب، تصل عند حويلات، حويلات يتابع فيه وتارا ويضع الكرة في الجانب. حويلات، هذا هو ناصر الحضيري، قلت مجهود كبير
يبذل هذا المدرب الوطني مع فريق خليج سرت. السلبي يسدد ولكن بعيده. تصل لي رزق، افتكاك الكره من علي رزق، يتابع فيه السلبه، رزق يهيئ الكره مع اول لاعب متقدم، لاعب الكره في الجهه اليمنى الان عند النقاز، محاوله لعب الكره العرضيه، افتكاك الكره عن طريق العكشي يبحث عن مسانده، لعب الكره في وسط الملعب عند العرفي لمانديلا، لعب الكره في الامام تجاه بودبوس، عوده حويلات واستلام الكره على حافه منطقه الجزاء، حويلات سميدة ياسين الشيخ، افتكاك الكره من جانب علي يوسف لبودبوس عند وتارا لعب الكره عند الشامخ الى العكشي لجدور لعب الكره العرضيه، خطر الكره، جدور لعب الكره في الامام، اعاده للكره والخطا الذي اعلن عنه حكم المباراه. هذه هي التشكيله الاحتياطيه لفريق الاهلي، وهذا هو المدرب عقيله يلعب الكره العاليه الان، تاتي الراسيه ام لا، محاوله لعب الكره المقصيه، تهي الكره عند بودبوس، يسدد بودبوس ولكن بعيد. ياسين الشيخ يراوغ، ياسين الشيخ يسدد ولكن حضور طيب ايضا لجواد مانديلا، تعود الكره من جديد لفريق خليج سرت، افتكاك الكره، لعب الكره في الامام، فرصه الهدف الان، تضيق الكره فرصه الهدف ولكن ضاعت، اعاده للكره، هذا هو ابو بكر بو عقيله، لمس الكره غير اتجاهها عمار مسعود تتيد، اذا طه الشريف يستعد للدخول، العكشي لبودبوس، محاوله لعب الكره لجدور لكن الكره تطول الان، تلعب الكره من بودبوس، خطر الكره، يجعلنا نتحدث عن المستوى الذهني، عن هذا التركيز، اللاعب يؤدي طيلة هذه الفترة ولا يتأثر، صحيح أن الفريق لا يلعب تحت ضغوطات ولكن حضور ذهني ممتاز للاعبي فريق خليج سرت. المحاولة قائمة الآن لفريق الأهلي، لعب الكرة في الأمام، تتهيأ عن بودبوس ولكن طويلة على بودبوس، يلحق بها بودبوس، لم تخرج الكرة، بودبوس فرصة لعب الكرة العرضية، بودبوس إعادة للكرة الماضية وسقوط بودبوس في الكرة الماضية، ماذا سيقول حكم المباراة؟ هذه هي التدخل الأخير ما بين النقاز وبودبوس، بطاقة صفراء لبلعيد في سقوط بودبوس في الكرة الماضية، ماذا سيقول حكم المباراة؟ هذه هي التدخل الأخير، ركلة جزاء، الحكم الآن أكد ركلة الجزاء، سفيان يتقدم يلعب الكرة ضاعت كرة سفيان بن عمران، تضيع من جانب فريق الأهلي، إعادة للركلة الضايعة وجنبت المرمى، ركلة جزاء ضايعة، نجح في تمويه حارس المرمى ولكن لم ينجح في وضع الكرة في الشباك تماما كما فعل عبد الله العرفي. سعد بالعيد، مراوغة ممتازة، لعب الكرة عند أحمد جمال، عند لويس جيروم الآن، لويس جيروم يضغط عليه علي يوسف، افتكاك الكرة من جانب علي يوسف عن طه يلعب الكرة العرضية، هذا هو طه شريف صاحب المحاولة الأخيرة، والكرة لمست العارض، تعود الكرة من حامد الثلبة، جدور ياسين الشيخ الآن، هي الكرة داخل منطقة الجزاء عند فودي الآن، فودي يلعب الكرة العرضية، الهدف الثالث لفريق خليج سرت، هدف ثالث عن طريق لويس جيروم، هذه عادة لكرة الهدف، ولويس جيروم يحتفل بطريقة الخاص، تمريرة في العمق من جانب
ياسين الشيخ ولعب الكرة العرضية ولويس جيروم في مواجهة المرمى يسجل الهدف الثالث. 3 أهداف مقابل هدف.